هذا الفيديو سنعرض ملخص ما حدث في عرض نينتندو في مؤتمر E3 2017. أهلا بكم في جيم كام. روكيت ليج. أعلن استوديو سايونكس أن لعبة كرة القدم التي تلعب بالسيارات روكيت ليج ستحصل على نسخة لنينتندو سويتش، وسيكون لها عدد من المميزات الحصرية للمنصة فقط، مثل تخصيصات جديدة وعناصر للمعارك وإمكانية اللعب المشترك مع الحاسب الشخصي وإكس بوكس ون. Xenoblade Chronicles 2. تم الإعلان أن لعبة RPG لعبة Xenoblade Chronicles ستحصل على الجزء الثاني لمنصة نينتندو سويتش، وسيكون بها مجموعة جديدة من الأبطال وهم يخوضون مغامرة إلى أرض إليسيوم. كيربي. كشفت نينتندو الستار عن لعبة جديدة لكيربي وسوف تصدر لمنصة نينتندو سويتش، ويمكن لكيربي تجنيد 3 أعداء وبإمكانه نسخ القدرات، ويمكن اللعب بجوار 3 من أصدقائك. لعبة بوكيمون لمنصة نينتندو سويتش. تم الإعلان أن استوديو جيم فريك يعمل على تطوير لعبة بوكيمون جديدة، ولا زالت اللعبة تحت قيد التطوير، لذلك لا تتوفر معلومات عنها بعد. يوشي. تم الإعلان عن لعبة جديدة لشخصية الديناصور يوشي لمنصة نينتندو سويتش، واللعبة هي أكشن منصات ويمكن لعبها مع شخص آخر، وتم تحديد عام 2018 كموعد صدور لها. The Legend of Zelda Breath of the Wild. تم الإعلان في المؤتمر عن أول محتويين إضافيين للعبة The Legend of Zelda Breath of the Wild، وهم The Master of the Trials و The Champion's Ballad. سيتم إصدار The Master of the Trials في 30 يونيو، أما The Champion's Ballad سيتم إصداره في فترة الأجازة في 2017، وسيركز على الوقت الذي قضاه لينك مع أبطال آخرين. Super Mario Odyssey. تم الإعلان عن لعبة Super Mario Odyssey، لعبة العالم المفتوح التي يستكشف فيها ماريو العوالم المختلفة ويستخدم العديد من الحركات الجديدة مثل القبعة التي يتحكم بها في كل شيء، وتم الإعلان عن موعد صدورها وهو 27 أكتوبر 2017. Metroid Prime 4. أعلنت شركة نينتندو عن الجزء الرابع من سلسلة Metroid Prime باسم Metroid Prime 4. الجزء السابق تم إصداره قبل 10 سنوات في 2007 على منصة الوي، ولا نعرف الكثير عن اللعبة بعد. Metroid Samus Returns. لم تهتم نينتندو بمنصة النينتندو سويتش فقط، فقد أعلنت عن لعبة Metroid Samus Returns لمنصة 3DS، واللعبة هي إعادة تصور للعبة Metroid 2 The Return of Samus التي صدرت في التسعينات، مما يعني وجود مميزات محسنة وأشياء جديدة، واللعبة ستصدر في 15 سبتمبر 2017. كان هذا ملخص عرض نينتندو في مؤتمر E3 2017. ما رأيكم؟ هل أنتم متحمسون؟ شاركونا بتعليقاتكم.